أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. اللهم اجعل هذا الأخت ميمونا ومباركا واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفرارا اللهم أعط لهما ولدا صالحا ورزقا واسعا وأمرا طويلا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Allah'a emanet.